سلام يا دكتور. طبعا يعني انا عارف ان احنا ارهقناكم الايام دي بالسيشنز كل يوم بالليل، لكن الحقيقه احنا بنحاول نجاوب على كل الاسئله، وبنحاول يعني نستفيد من خبرات زملائنا واساتذتنا ان هم يفيدونا ويفيدوا حضراتكم في الفتره دي، بحيث ان انتوا تبقوا داخلين الدراسه وانتوا مطمنين ان شاء الله. وطبعا ورش العمل دي زي ما قلنا هي مستمره خلال الدراسه في اللقاءات الطلابيه اللي موجوده في الجدول وليها سلوك، لان زي ما بحط لك جدول دراسي لازم احط لك جدول معاه لورش العمل، وجدول معاه للارشاد الاكاديمي، وجدول معاه للحاجات المحفزه للطالب علشان النشاطات المختلفه اللي بتحفز الطالب على انه يقضي حياته الجامعيه بشكل كويس. فان شاء الله لما هتشوفوا الجدول هتلاقوا ان الحاجات دي كلها معمول حسابها في الجدول في الوقت بتاعها خلال ايام الدراسه اللي احنا قلنا عليها. بنرحب بالاستاذ الدكتور محمد جوده القله، عضو هيئه تدريس بجامعه المنصوره، قسم هندسه الانتاج والتصميم الميكانيكي. دكتور محمد جوده حاصل على الدكتوراه من اليابان في مجال الروبوتكس. يعني ان شاء الله هيشرفنا وجوده معانا في كليه الهندسه جامعه المنصوره الاهليه خلال الفصل الدراسي الاول لشرح مقرر الرسم الهندسي. مقرر الرسم الهندسي دايما اللي بيشرحه استاذ متخصص في هندسه الانتاج والتصميم الميكانيكي، وده تخصص دكتور محمد جوده، بالاضافه لان هو حابب يشاركنا ويفيدنا خبرته في المجال اللي هو عمل فيه رساله الدكتوراه بتاعته اللي هو مجال الروبوتكس وعلاقتها بالصناعه، وعلشان كده عملنا السيشن بتاعت النهارده دي. وطبعا احنا استفادتنا هتكون كبيره قوي سواء احنا عايزين ندخل ميكاترونكس او ذكاء اصطناعي، انا لحد دلوقتي بتكلم على البرنامجين اللي يختصوا بالموضوع، لان الحقيقه مجال الروبوتكس هو مجال بيشتق سواء من المجال ده او من المجال ده. فاهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك دكتور ايهاب، انا متشكر جدا جدا على المقدمه الجميله دي، وسعيد يعني بدعوه حضرتك ليا عشان اتكلم عن يعني تخصص روبوتكس وعلاقته طبعا بالاندستري 4 او اللي هو الثوره الصناعيه الجديده الرابعه اللي هي حاليا احنا متواجدين وعايشين فيها. وسعيد طبعا اكون متواجد مع الطلاب الجدد ان شاء الله ينضموا لينا، يعني كل الشرف ليا بدعوه حضرتك وبرضه بوجودي مع الطلبه النهارده، وسعيد ان يعني نفضل طول اليوم حتى لاخر الليل نرد على استفساراتهم بحيث ان هم يكونوا مطمنين داخل المجال بتاعه سواء ميكاترونكس او ذكاء اصطناعي، وهو مطمن تماما يختار ايه فيهم يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور محمد، وطبعا يعني احنا نسعد بوجود حضرتك على مدار ساعه او زي ما حضرتك تشوف يعني. وطبعا يعني طلابنا الاعزاء معانا، اكيد اللقاء مفيد جدا، وهستاذن حضرتك لزياده الفائده احنا نسجل اللقاء بحيث نرفعه للطلاب اللي هم ما قدروش يحضروا، لان طبعا احنا دلوقتي في ناس بيبقوا المواعيد احنا مضطرين نحط مواعيد ممكن تكون ما تناسبش كل الناس. فاهلا وسهلا بحضرتك، وهستاذن حضرتك انا مع حضرتك مستمع بقى علشان استفيد من المحاضره الشيقه اللي حضرتك هتقدمها، ومع حضرتك سكرين لو حضرتك تحب تشير اي حاجه. تمام. اتفضل. طبعا انا سعيد بوجودي مع حضراتكم جميعا. يعني مش هزود على التعريف اللي دكتور ايهاب يعني قاله في المقدمه. انا طبعا دكتور محمد جوده القله، مدرس في هندسه انتاج وتصميم ميكانيكي. حصل على الدكتوراه في هندسه ميكاترونكس وروبوتكس من الجامعه المصريه اللبنانيه للعلوم والتكنولوجيا، ودي زي بارتنرشيب بين الجامعه المصريه في الجامعه المصريه اليابانيه في برج العرب اسكندريه وجامعات في اليابان. وكنت زميل باحث في جامعة واسيدا في طوكيو، وزميل باحث في مركز أبحاث فضاء جامعة ساري، واشتغلت برضه لكتشرر في جامعة سنترال لانكشير في المملكة المتحدة يونايتد كينجدوم. مجالي طبعا الأساسي هو ميكانيكال ديزاين، والتوجه للروبوتكس جه طبعا لأن أساس الروبوتكس بصفة عامة هو ميكانيكال ديزاين في الأساس أو ميكانيزمس. ان شاء الله هتتعرفوا على الكلام ده بعدين يعني في السنين الجايه او السمسترز الجايه بعد طبعا اللي هو البيزك ساينس اللي انتوا هتاخدوها في السمستر الاولاني والثاني.
فحابب ان نتكلم بالتحديد النهارده عن الروبوتكس وعلاقتها بالثوره الصناعيه الرابعه. تمام، كمقدمه طبعا كلكم شفتوا افلام عن الروبوتكس سواء حديثه او قديمه. يعني ممكن مثلا فيلم زي ويل سميث اللي هو اي روبوت ده بقاله حوالي 20 او 30 سنه، وكان بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وان الساينتست اللي هو المدير اللاب او الشركه نفسها عايز يعمل زي جيش من الروبوت ان هو يخدم الانسان، يبقى في كل بيت روبوت يخدمه. وطبعا بيمشي بقى في سكه اللي هو الايه ساينس فيكشن والدراما، ان الروبوت بيكسر الرولز اللي الساينتست حطها بحيث ان هو يحصل طبعا بعض الدراما، وان يبقى في يعني تغير في مجرى الافلام. كل الافلام هتلاقيها بالشكل ده. اعتقد ممكن بعضكم يكون شاف بعض من الافلام دي، لان هي طبعا موفي ستارز مشهورين جدا. فدي بس كحلقه وصل، ان احنا طبعا زي ما انتم فريش ستودنت لسه ما عندكوش اي فكره، او ممكن تكونوا بس شفتوا فيديوز حاجات بسيطه عن النت عن الروبوتكس. الافلام بتاعتي انطباع عن الروبوتس. معلش يا دكتور محمد استاذن حضرتك، بس هم كاتبين على الشات محتاجين الصوت يعلى شويه، معلش انا اسف جدا. واعتقد المايك من عندي ما فيش فيه فوليوم، فمش عارف هل كده الصوت واضح اكتر؟ انا هحاول اعلي الصوت شويه. تمام يا دكتور، كده احسن، كده افضل. تمام. فطبعا الساينس فيكشن موفيز اللي انتم شفتوها دي كان تمهيد لبدايه اللي هو الارتفيشال انتليجنس، ومجال بنسميه ماشين ليرنينج، ان انت بتعلم الاله ازاي تبدا تعتمد على نفسها، يكون عندها بعض الاوتونوموس ذاتيه الحركه، بعض الكونشس الوعي والتفكير. طبعا هي بدات بساينس فيكشن، بس حاليا المجال بدا في تطور كبير جدا من الناحيه العلميه. فالمقولة اللي بنقولها اللي هو science isn't about why, it is about why not. يعني دايما الساينتست والانجينيرز بصفة عامة المهندسين اللي زي حضراتكم بيحاول يفكر في ليه انا ما اقدرش اعمل الحاجة دي، مش ليه اقدر اعمل دي، لا ليه دي ما اقدرش اعملها، انا ممكن انفذها، ممكن اعمل اي حاجة. تمام، فده فكر المهندس دايما متحرر من اي قيود. تمام، فده اللي هنشوفه بعد كده في مجالات الروبوتكس المختلفة اللي هبدأ أستعرضها. مش عارف حضراتكم شفتوا أي روبوتكس في أو أي أنواع روبوتكس في الصناعة قبل كده ولا لأ، بس في مجالات متنوعة جدا. ممكن في التلفزيون تكونوا شفتوا حاجات عن الروبوتس اللي هي بتعمل ويلدنج للأوتوموتيف إندستري، لبعض الكارز أو أيا كان كومبوننت بتاع السيارات، فدي موجودة وبتبقى هيوج روبوتس بنسميها روبوت ارمز او مانيبيوليتورز، اللي انتم شايفينها باللون اللي هو الاورنج اللي موجود عندنا ده. فدي اشهر انواع روبوتس اللي موجوده في الصناعه وشغاله على مدار كبير جدا من السنين، بقى لها حوالي 70 سنه حاليا، من 1950 في بدات صناعه الروبوتس اللي هو الاندستريال روبوت في التوقيت ده بالتحديد. وبدات الشركات تتنافس ان هي تحاول تصنع روبوتس، سواء الروبوتس دي هيكون ليها وظيفه في الصناعه او ممكن تكون روبوتس من اجل الانترتينمنت، وعشان تستعرض الكابابيلتيز بتاع الشركه نفسها. يعني الروبوتس اللي تحت دي اسمها دانسينج روبوتس من شركه سوني. عارفين شركه سوني شركه جرافيكس ديفايسز، الكترونيك ديفايسز، ولكن هي بتصمم او بتعمل حاجات لمجرد انها تستعرض الكابابيلتيز بتاع التصنيع عندها بروجرامينج الكنترول الحاجات دي كلها. روبوت زي اللي انتم شايفينه على اليمين ده اسمه بوستون دايناميك، ده شركه شهيره جدا حاليا في مجال الروبوتكس، بدات من حوالي 2005 وفي تطور سريع جدا جدا حاليا بفضل طبعا بروجرامينج سريع الارتفيشال انتليجنس، ان هم يحاولوا يدخلوا معادلات الداينامكس مع الكنترول والبرمجة بصورة متناغمة جدا. فالروبوت الروبوتس دي من أحدث وأقوى الروبوتس اللي موجودة حاليا
في الصناعه بصفه عامه. طبعا انواع الروبوتس انواع كثيره جدا، يعني ممكن يتبادر لذهنكم ان الروبوتس هي عباره عن حاجه بنسميها هيومانويد زي الشكل اللي انتم شفتوه، سواء اللي هو سوني روبوتس اللي هو دانسينج او بوستون داينامكس، ولكن انواع الروبوتس مختلفه جدا زي روبوت ارمز هيومانويد اللي احنا شفناها شبه الانسان بالكامل، في روبوتس زي اللي هو اللي انتم شايفينها بعجلز دي بنسميها موبايل روبوتس، ودي لانها متحركه فبنسميها موبايل جايه من تحرك موبايل روبوتس، هي بتتحرك على عجل او بتتحرك على تراكس. الوظيفه بتاعتها الاساسيه ان هي ممكن تعمل سيرفيلانس، ممكن تعمل مراقبه مونيتورنج لمكان معين، ممكن تعمل انسبكشن زي ما انتم شايفين في الصوره اللي تحت هنا، ممكن تحاول انها تلتقط مثلا ماده اكسبلوسيف او حاجه شديده الخطوره ما ينفعش الانسان يقرب منها، فانت محتاج ان انت تستخدم روبوت في الحاله دي بحيث ان انت تجنب الانسان اي مخاطر محتمله من قربه او ان هو يحاول يمسك حاجه زي كده. موجوده في الصناعه زي ما انتم شايفين الشكل اللي على اليمين ده موبايل روبوت وعليه روبوت ارم، ده ممكن بيتحرك في المصنع او في الشركه، بيبدا يتحرك في مسار بروجرامد طبعا ومعروف ليه، بينقل ماتيريال مثلا، بنعمل ماتيريال هاندلنج ان احنا عايزين ننقل ماتيريال من عند المكنه دي نوديها عند مكنه ثانيه في اخر المصنع بحيث ان هي تعمل بروسيسنج ثاني على الماتيريال او على الورك بيس اللي هي موجوده الشغله او الحاجه اللي موجوده معايا. فالروبوتس ممكن تنقل اوتوماتيك الحاجه دي من على المكنه الاولانيه اللي هي خلصت الشغل تاخدها تنقلها على المكنه الثانيه وهكذا، فممكن تدير المصنع بالكامل بطريقه اوتوميتد ذاتيه الحركه بالكامل، ممكن تستغنى عن الليبر او العمال بصفه يعني كومبليتلي بصفه كامله تماما. فالمجالات طبعا متنوعه، انا بستعرض بس الانواع اللي موجوده حاليا في الصناعه، انواع كثيره جدا بس انا بعطيكم بس سامبلز عنها. اتمنى يكون الصوت يعني عالي شويه او واضح كده. تمام يا دكتور محمد. في عندنا واضح يا دكتور؟ تمام يا دكتور الصوت واضح. تمام. عندنا من مجالات الروبوتس في روبوت بنسميها ار او في اللي هي روبوتس بتبقى زي سبمارين، بنسميها ميني سبمارين، زي غواصات صغيره جدا بتنزل تستكشف اعماق البحار والمحيطات، خاصة الأعماق الكبيرة جدا اللي ما يقدرش الدايفر أو الغواص العادي حتى البروفيشنال إن هو ينزل للمكان ده. طيب أهميتها إيه؟ مش برضو من باب الإنترتينمنت، الروبوت اللي هو الموجود اللي هو الأورنج الموجود عندنا على الشمال ده اتصمم في جامعة اسمها ستانفورد، طبعا جامعة شهيرة جدا في أمريكا، من بروفيسور اسمه أسامة الخطيب، وبروفيسور طبعا من يعني اشهر روبوتست على مستوى العالم. الروبوت اسمه اوشن 1 افاتار، وهو مخصص ان هو ينزل في اعماق كبيره جدا يجيب القطع الاثريه اللي هي واقعه في اعماق البحار والمحيطات اللي ما يقدرش الغواصين ينزلوا للعمق ده. وفعلا جربوا الروبوت، اخذوه وجربوه في قريب من شواطئ مارسيل في فرنسا، وفعلا التقطوا بعض القطع الاثريه اللي كانت يعني السفن كانت غرقت ووقعت القطع دي، وقدروا فعلا يوصلوا لها ويجيبوها. فمجالات الروبوتس متعدده جدا ومهمه جدا بالنسبه لنا، لان هي بتجنب الانسان مخاطر كثيره جدا واعباء او يعني صعوبات كثيره جدا. من انواع الروبوتس ممكن نقول اللي هو الليجد روبوت، سواء الليجد هنا ممكن تكون حاجه بنسميها كوادرب روبوت، يعني روبوت باربع رجلين وبيحاكي الانيمالز بصفه عامه سواء دوج او شيتا او الانواع المختلفه من الحيوانات اللي هي باربع رجلين. وفي حاجه بنسميها هيكسابود اللي هو الاصفر اللي موجود عندنا ده يعني سكس ليج، ست رجلين زي السبايدر بالظبط، فده بيحاكي الحيوانات برضو. وفي الانت ده برضو سكس ليج زي ما انتم شايفين. حاليا التطور الكبير في مجال الروبوتكس خلى المهندسين والساينتست يفكروا ان هم يستوحوا افكار كثيره من الطبيعه، لان طبعا احنا عارفين ان المخلوقات بيبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى خالقها ان هي فيها افيشنت او افيشنسي عاليه جدا في الحركه وفي الداينامكس، احنا بنتحرك
بنجري بنعمل حركات اكروبات حركات يعني خطيره جدا من غير حتى ما نعرف احنا اتحركنا ازاي. ففي داينامكس عاليه جدا في الحركه بتاع الكريتشرز كلها سواء انيمالز او هيومن. فالساينتست والانجينيرز بيستوحوا نفس الافكار دي ويطبقوها على الروبوت. طبعا من المجالات المهمه جدا طبعا مجال الطيران والروبوتس اللي احنا شايفينها. طبعا احنا بنسميها يو اي في اللي هو unmanned aerial vehicle. unmanned اللي هو بدون طيار، يعني طيارات بدون طيار، زي اللي موجوده على الشمال عندنا دي درونز. تمام، اكيد كلكم سمعتوا عنها وشفتوها لان هي طبعا موجوده حاليا في مصر، بتصور ايفنتس وتصور افراح وحاجات كثيره، ليها تطبيقات طبعا كثيره جدا. هي برضه بتعمل مونيتورنج، بتعمل مراقبه للفيلدز الزراعيه مثلا. حاليا ممكن بيركبوا عليها تانك ممكن عشان الري، او ممكن لرش مبيدات على المحاصيل بمساحات كبيره جدا، بس طبعا بكل سكيل بتاعها كبير. الطياره الثانيه اللي شايفينها تحت دي عشان طبعا يجنبوا الطيار بعض المخاطر اثناء الحرب، ان هو ممكن الطياره تقع، يستغنوا عن الطياره وعن التكلفه بتاعتها، بس ما يستغنوش عن الطيار طبعا كفاليو كقيمه عندهم. ممكن يستخدم في السيرفيلانس، في السباينج برضو، يعني من اشهر الدول اللي بتصنع الطيارات دي طبعا اللي هو الكيان المحتل في اسرائيل. عندنا في دول ثانيه زي ايران، دول مختلفه جدا بتصنع الطيارات دي من باب التجسس، او بعضها بيصنعها من باب ان هو انا عايز احافظ على روح الطيار اللي عندي، فعايز اعمل طياره بالشكل ده. طبعا الروبوتكس داخله عندنا في مجالات كثيره جدا. مش عارف حضراتكم شايفين الروبوت ده احدث روفر. طبعا روفر روبوت بيستكشف المريخ اسمه بيرسيفيرانس. ده احدث روفر طلع حاليا وما زال موجود، بياخد قراءات واستكشافات من تربه المريخ. وكان طبعا موجود عليه كمان زي يونيكوبتر، طياره كده بمروحتين يوني اكسيال فوق بعض، بتحاول تطير ان هي برضه تستطلع منطقه كبيره او مساحه شاسعه على سطح المريخ. فنفس الفكره، الروفر يعتبر جزء من الروبوت، بيتبع نفس البيزكس، نفس الداينامكس والكاينماتكس بتاع الروبوت بالظبط. في مجال الهندسه الطبيه او في مجال السيرجري بصفه عامه، الجراحات والعمليات، في روبوت شهير جدا، سيستم شهير جدا اسمه دافنشي سيستم. والسيستم ده ان هو بيعمل عمليات جراحيه، والجراح بيكون طبعا موجود في كنترول كونسل مخصوصه بيه، ان هو بيبقى شايف مايكروسكوبيك فيو كده، شايف كل حاجه وبيتحكم باذرع، والروبوت بيبدا ينفذ الحركه اللي هو بيعملها. فده بنسميها تيلي اوبريتد، ممكن ان هو يتحكم في الروبوت من بعيد وينفذ الحركه بدقه عاليه. طيب حد هيقول لي الميزه ايه في الروبوت ده؟ ما ممكن السيرجري، ممكن الجراح نفسه يقوم بالعمليه دي. الفكره هنا ان بعض السيستمز دي بتبقى موصوله اونلاين عن طريق الانترنت. تمام، وده الفكره هنا، ان احنا نشوفها علاقه الروبوتس بالاندستري 4 او التطور الصناعي الكبير جدا اللي حاصل بعد كده، ودخول الانترنت في كل حاجه، ان ممكن الكنترول كونسول اللي هو الجراح قاعد عليه ده ممكن يكون في دوله ثانيه خالص، وممكن الجراح شهير جدا محتاجينه في عمليه خطيره وعمليه ايرجنت ضروريه جدا، ممكن يقوم بالعمليه دي وهو في البلد او في الدوله بتاعته، والبيشنت في دوله ثانيه، ويقوم بنفس العمليه، يتحكم هو في الكنترول كونسول دي، والروبوت ينفذ نفس الخطوات او الحركات اللي هو بيعملها. طبعا دي بتحتاج انترنت اوف ثينجز، حاجه بنسميها انترنت اوف ثينجز. اعتقد دكتور محمود ممكن يكون يعني شرح لكم او اعطاكم انترودكشن عن الموضوع ده. محتاجه سنسورز عاليه جدا، كحاجه بنسميها تكتايل سنسور، سنسورز بتحس بالتاتش، بالحركه او اللمسه بتاع الدكتور نفسه بالصوابع بتاعته. البريجر سنسور بتحس بالضغطه بتاع الحركه بتاعته، يبقى كانه بالظبط بيمسك وبيحرك
ومقدار الضغط او مقدار القوه اللي هو بيتحكم فيها الروبوت بينفذها بالظبط. ففي سنسورز بتقوم بكل الكلام ده. طيب الروبوتس ليها يعني كلاسيفيكيشنز كتيره جدا. لو اتكلمنا بس عن حاجه يعني بسيطه منها بيزد على حاجه مسميها لوكوموشن سيستم. ولوكوموشن هنا مقصود بها نظام الحركه. فاول صف انتم شايفينه هنا ده ستيشنري روبوت. روبوتس هي ثابته في مكانها. ودي بنسميها مانيبيليتورز واللي هي موجوده في المصانع بصفه عامه. انت روبوت بيبقى ثابت ليه بيز ثابته بيبدا يتحرك بس ان هو يعمل هاندلنج للماتيريال من مكان للتاني. يقدر يعمل ويلدينج لاجزاء في الاجزاء معدنيه مثلا في هيكل السيارات. يقدر يعمل بينتنج كوتنج يقدر يعمل عمليات كثيره جدا. فده اول نوع واشهرهم. في حد كان بيتكلم او بيسال؟ طيب النوع الثاني اللي بنسميه الويلد روبوت. روبوتس معتمده على العجل، والعجل ممكن يكون عجله واحده زي ما انتم شايفين. يعني في روبوتس تعمل بالانس بعجله واحده بتتحرك، والبادي بتاع الروبوت نفسه ممكن يعمل بالانس وهو موجود على عجله واحده. طبعا ده باستخدام سنسورز بتقوم بالكلام ده برضه. ممكن تو ويلز نفس الكلام زي السيجواي انتوا عارفين، او اللي هو زي كم شفتوها موجوده في مصر ولا ايه، بتبقى زي بلاتفورم لها عجلتين والشخص بيقف عليها وبتتحرك، وعلى حسب هو ميله قدام او ورا بتبدا تتحرك معاه لقدام او ورا برضه. فده بالنسبه للويلد روبوت لحد 4 ويلز 6 ويلز. في بعد كده تراك سيستم بحيث ان هو يوفر تراكشن سيستم عالي او تراكشن فورس عاليه جدا بدل الويلز. لو الويل بتغرز مثلا في مكان معين التراكس بتبقى افضل في الابلكيشن ده. نفس الكلام ممكن يكون عندنا روبوتس بيزد على الديزاين بتاعها على الليجز. ممكن تكون وان ليج تعمل جامبنج كده بوان ليج او باي بيدل تو ليجز. دي بنسميها هيومانويد روبوت. وفي تراي بيدل وفي كواد راب روبوت وهيكس بود. طبعا هيكسا جايه من اللي هو الكلمه اللاتينيه هيكساجونال او اللي هو الشكل السداسي، وده طبعا مستوحى من السبايدرز او اغلب الفترات. حاليا هتلاقي ان شاء الله ما ادرسوا الكورس بتاع الروبوتكس سواء البيزكس او الادفانس، ده هتلاقوا انواع كثيره جدا من الروبوتس حاليا حديثه بدات تظهر. سويمنج روبوت او زي الار او في اللي احنا قلنا عليها في البدايه اللي هو زي الميني سبمارينز غواصات صغيره. في فلاينج روبوت او ممكن درونز او ممكن حاجات بتحاكي الطيور بالظبط. في انواع كثيره جدا هندرسها بعد كده في مجال الروبوتكس. حاليا في المايكرو روبوت. طبعا المايكرو حاجه بسكيل اكيد كلكم عارفين المليمتر. مليمتر ده واحد على ألف من المتر أو واحد على عشرة من السنتيمتر. المايكرو واحد على ألف من المليمتر، يعني بنقسم المليمتر لألف ديفيجن فبيطلع لنا المايكرو. فحاليا المهندسين والعلماء بيصنعوا روبوت صغيرة جدا بالسكيل اللي هو المايكرو، ودي حاجات ممكن برضو تستخدم في السباينج أو أنواع او يعني يكون ليها ابلكيشنز مختلفه. في نانو روبوتس. النانو برضه سكيل واحد على ألف من المايكرو. النانو روبوتس بتستخدم ان هي ممكن تدخل في البلاد فيزلز اللي هو الاوعيه الدمويه بتاع الانسان. لو في انسداد معين في الشرايين بتاع الانسان ممكن تقوم بالعمليه الجراحيه ان هي توسع الشرايين دي. فمجال البحث واسع جدا في الروبوتس ومازال مستمر في التخصصات دي. طيب على سبيل المثال شركه بوستون داينامكس اللي كلمتكم عنها، زي ما انتم شايفين في اسطول من الروبوتس موجود هنا. دي كلها روبوتس مستوحاه من الشيتا. طبعا شركه شهيره جدا بوستون داينامكس، وحاليا في تطور سريع جدا.
الروبوتس دي بدأت تتباع حاليا كوميرشال بصوره كبيره جدا في جميع انحاء العالم، بتستخدم حاليا في الانسبكشن للبتروكيميكال بلانتس مثلا، المصانع اللي هي البتروكيماويات، المصانع ممكن النيوكلير باور بلانتس، المصانع او الشركات اللي فيها خطوره عاليه جدا على صحه الانسان، لو في تسرب في ليكج في اي حاجه، فبيودوا الروبوتس دي تستطلع وتستكشف وممكن تصلح العطل اللي موجود في المصانع او في الاماكن دي. احنا شايفين طبعا بيطلع السلالم في روبوتس بتتحرك بهارموني مع بعضها هنا، فكابابيلتيز بتاعتها كويسه جدا. في روبوت تاني مثلا ممكن طبعا ده على سبيل اللوكوموشن، طبعا ده جامبينج روبوت، وده مستوحى من بعض الحيوانات برضو اللي بتعمل جامبينج بين الأشجار وبعضها، زي المونكي زي حيوانات تانية. مش عارف الصوت واضح في الفيديو ولا لا؟ هو الفيديو لا يا دكتور، صوت حضرتك اللي واضح. صوت الفيديو مش واضح تمام. فطبعا مستوحى من حيوان بيسموه اليربوع، او برضه في بعض المانكز بعض القرود اللي هي صغيره بتكون بتعمل جامبنج عالي جدا بين الاشجار على ارتفاع عالي جدا، فمستوحى من نفس الفكره دي. في كلايمنج روبوتس ولها مجالات كثيره جدا واسعه وانواع كثيره جدا، انا اشتغلت على نوع معين منهم في الدكتوراه بتاعتي. فده موبايل روبوت عادي جدا وعليه تو بروبيلرز، عليه مروحتين بس، المراوح بدل ما هي بتطير الروبوت لفوق زي الدرون، لا احنا انا بقلب المراوح، وبالتالي بتخلي يتولد ثرست فورس ناحيه الحيطه، تضغط ناحيه الحيطه فالروبوت يقدر يتسلق بسهوله. تمام، لو انتم شايفين يقدر يمشي على الحيطه، لو انا عايز اعمل انسبكشن لمكان معين، طبعا ده الهدف منه ان هو يدخل يعمل انسبكشن للبتروكيميكال فيزلز اللي هي التنكات الكبيره الضخمه جدا في شركات البتروكيميكال، ممكن يدخل جواها بحيث ان انا اجنب برضو العامل او الشخص اللي هو يدخل يعمل انسبكشن اي مخاطر من اي تسرب او اي مواد خطره للبتروكيميكال. فده اسطوانه كامله او زي تيوب كامله بتحاكي الفيزل او اللي هو التنكات الكبيره في المناطق الصناعيه. تمام، وده ديزاين تاني عملته برضه في اليابان، ده حاجه ادفانسد، ده اللي انتوا عارفين اليابان ادفانسد في التكنولوجي وفي الفابريكيشن، فده صنعته من الكربون فايبرز، مواد ادفانسد في كابابيلتيز اعلى، المواتير الباتريز الحاجات دي كلها. زي ما انتم شايفين ممكن يتسلق الحوائط، يتسلق اي اسطح بسهوله جدا. لو اتكلمنا عن الار او في، طبعا ده بروفيسور اسامه الخطيب، مش عارف انتوا سامعيني ولا ده بروفيسور اسامه تمام يا دكتور. الخطيب طبعا الصوت واضح مش كده؟ تمام يا دكتور، واضح. تمام. البروفيسور اسامه الخطيب من اشهر يعني علماء الروبوتكس حاليا على مستوى العالم في جامعه ستانفورد، وهو والفريق بتاعه طبعا صمموا الروبوت اللي هو نسميه اوشن 1 اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم هنا في الفيديو. ده عبارة عن نص، يعني هو نص
القداماني بالظبط هو هيومانويد، النص الثاني هو ار او في يعني غواصه، الجزء الخلفي غواصه، الجزء الامامي وجه روبوت فيه طبعا كاميرات ليه ذراع اذرع بحيث ان هو يقدر يلتقط اي اوبجكت من قاع المحيطات. طبعا الروبوت ده عمل ضجه كبيره جدا في الاوساط العلميه، الابلكيشن بتاعته كويسه جدا، وطبعا ده بيشتغل في عمق بدون اي تدخل من الانسان، فالصعوبه في كده ان هو انت باعت روبوت بيتعامل مع نفسه، ممكن اعماق كثيره جدا ما يبقاش فيها اضاءه، فالروبوت لازم هو يختار اي طريق يتحرك فيه بيزد طبعا على ادفانسد بروجرامينج وتكنولوجي. طيب عدي الفيديو برضو عشان ايه وقت حضراتكم. الروبوتكس زي ما انتم شايفين هي ما اتطورتش او ما ظهرتش بصوره كامله بشكلها الحالي زي ما انتم شايفين، لا ده كان في تطور كبير جدا على مدار عقود كبيره. كان بدايه الفكره من الاساس يعني مش هتخيلوا ان فكره الروبوتكس كانت بتراود الانسان من 1900 حوالي 1920 لما اتعمل مسرحيه في التشيك عن الروبوتس، وكانت مجرد فكره يعني فكره ان هو في مسرحيه كان اسمها ريسونز يونيفرسال روبوت، ازاي اخلي الروبوتس تخدم الانسان والانسان يبقى منعم ومكرم وقاعد في مكانه ما يشتغلش يعني حرفيا، لحد برضو ما احداث المسرحيه ان الروبوت تبدا تعمل ثوره على الانسان لانه بيشغلها كتير، وبتبدا طبعا مخها يتطور وتتواصل مع بعضها. نفس الفكره دي من 1920 وهي بتراود الانسان. المسرحيه كانت طبعا ممكن تقول ان هي عدى عليها قرن كامل من الزمن، احنا حاليا 2022 فعدى عليها اكثر من 100 سنه، وكانت دي بدايه فكره الروبوت، وكان اسم المسرحيه طبعا جاي من كلمه اسمها روبوتا. روبوتا معناها سيرفنت او وركر او سليفري اللي هو خادم او عبد، فروبوتا بالكلمه اللي هي كلغه تشيك هي معناها روبوتا او سيرفنت، فجت من المصطلح ده. كان بدايه ظهور الروبوت وبدأ التطور الكبير بعد كده، ولكن التطور ده كان بعد الحرب العالمية الثانية حوالي 1950 في الرينج ده. على سبيل المثال لو شفنا أول مصنع اتعمل للروبوتس كاندستريال روبوتس أو أزرع للروبوتس كان اسمه يونيميت، ويونيميت اختصار يونيفرسال أوتوميشن فاكتوري أو كومباني، بدأوا يختصروا الاسم يدخلوا يونيفرسال مع اوتوميشن بقى اسمها يونيميشن، وبعد كده اختصروها اليونيميت، وده كان 1960 او 61، وكان بيستخدم في الاسمبلي للسيارات الويلدنج، شركات التلفزيونات كانت بتستخدمه برضه الاسمبلي كومبوننت بتاعت الاسمبلي بتاعها، لحد ما شفنا مثلا تطور ازرع روبوت من الشكل اللي هو من الشكل اللي انتم شايفينه، روبوت سيمبل وبريماتيف بسيط جدا بدائي بتو لينكس مثلا او تو جوينت ل 6 جوينت او 6 ديجري اوف فريدم زي الشكل اللي انتم شايفينه ده من شركه اسمها اي بي دي، تمام، دي شركه شهيره جدا لتصنيع روبوت ارمز، وده روبوت ارم مستخدم في عمليات اللحامات، ممكن يعمل لحامات لاي ابلكيشن طبعا على حسب الورك سبيس او مقدار امتداد الارم بتاعه يوصل لحد فين، بنشوف الابلكيشن اللي ممكن ينفع معاه. طبعا زي ما انتم شايفين هو بيتحرك في 3 دايمنشن، وعاده بيكون ليه حاجه اسمها ديجري اوف فريدم، 6 درجات حريه، اللي هو ممكن يتحرك في الاكس والواي والزد، وممكن يلف حوالين الاكس والواي والزد. فطبعا هتتعلموا كل البيزكس دي ان شاء الله في كورس الروبوتكس في المستقبل.
بعد ما تعدوا طبعا الكورسات اللي هي البيزكس، الرياضيات والرسم والميكانيكا والمواد الاساسيه عندكم. طيب يا ريت لو في تفاعل مع حضراتكم طبعا يكون كويس جدا. من الحاجات اللي حضراتكم شفتوها، هل ممكن حد يحدد لي ايه الامبورتنس هنا للروبوت بصفه عامه؟ ليه محتاجين الروبوت؟ وعشان اسهلها لكم طبعا، ممكن الدسكشن مفتوح لو حابين تتكلموا في اي وقت. احنا في عندنا حاجه بنسميها 4D، يعني ابلكيشنز او حاجات مهمه جدا بتبدا بالدي. اول كلمه او الكلمه نفسها اول حرف فيها بيبدا بالدي، فاحنا بنختصرها ونقول ان انا عندي 4D، حاجات مهمه جدا. حد عنده فكره اهميه الروبوت بتظهر في ايه بالظبط؟ او ليه بنحتاج الروبوت؟ تمام. عليكم السلام ورحمه الله. احنا نقلل الاعتماد على الاعمال البشريه، وان احنا نتجنب الاخطاء اللي ممكن يقع فيها البشر، ان احنا كآلة او ماشين انها تقدر تعمل الكلام بكفاءه اعلى، في نفس الوقت تتجنب الاخطاء اللي تمام ممكن يقع فيها البشر. تمام برافو. يعني ممكن نقول اكيورسي، مظبوط، بنحقق اكيورسي عاليه، لان الانسان ممكن بعد فتره يخطا او ممكن يمل من الشغلانه دي، فيبدا يعني الاخطاء بتاعته تزيد. ف يعني انا مبسوط جدا بمشاركه حضرتك، وفعلا احنا بنخسرها 4D. ممكن نقول ديرتي، يعني بعض الابلكيشن ديرتي اللي هي ممكن الانسان ما يحبش ان هو يعملها، او ممكن يكون فيها كونتمينيشن او تلوث عالي، وبالتالي استخدام الروبوت مهم جدا في المجال ده. زي ما احنا قلنا تطبيقات البتروكيميكال، لو في ليكج تسرب لبعض المواد الضاره او السامه، طبعا خطر ان الانسان يدخل في المجال ده، فمن الاحسن ان احنا نصمم روبوت ان هو يتعامل مع الكلام ده. تاني حاجه ده ديرتي، طبعا ده سامبل كده، يعني يونينيت كومباني عملت فعلا الروبوت ده ان هو ينظف الحمامات، وبالتالي يبقى بديل للانسان او العامل ان هو ينظف الحمامات. الحاجه الثانيه ضل هنا مقصود بها الحاجات البورنج اللي الانسان بيمل منها، خاصه لو الشغلانه دي الانسان اشتغلها على مدار طويل او عدد ساعات طويله جدا في اليوم، فالروبوت ممكن في الحاله دي نستخدمه. يعني على سبيل المثال، انا بعض العمال ممكن يبقى بس شغلانه بتاعته بسيطه ان هو يعمل اسمبلي او يجمع بارت مع بارت تاني، ويفضل طول اليوم يعمل العمليه دي، وبالتالي بيبدا يمل. طب ليه انا ما جبتش روبوت يعمل المهمه دي واخلي الانسان يشتغل في حاجه يعني تبقى فيها انترستنج اكتر، او حاجه تكون يشغل مخه اكتر فيها؟ لان الروبوت هنا مش هيمل، هيشتغل معاك 24 ساعه طبعا متواصل، مش هيقول لا. الحاجة الثالثة dangerous، الحاجات الخطيرة جدا. الحاجات الخطيرة هنا طبعا مقصود بيها برضو الابليكيشن، سواء ان هو يدخل مثلا يقتل مفعول مثلا مواد متفجرة، هيشتغل في نيوكلير باور بلانتس، محطات الطاقة الذرية والنووية، الحاجات اللي فيها خطورة عالية جدا، وبالتالي استخدام الروبوت مهم في الحالة دي. الحاجة الأخيرة difficult to access، إن هو ممكن أنا محتاج أعمل تاسك معينة بس الإنسان مش قادر يدخل للمكان ده بحيث إن هو يعمله. يعني على سبيل المثال، كان في ميشن، أنتوا عارفين الهرم الأكبر في مصر، كان في غرفة صغيرة جدا وممر صغير جدا اللي موجود عندكم في الصورة هنا، العلماء مش قادرين يستكشفوا إيه اللي ورا الممر ده، فاضطروا ان هم يدخلوا روبوت بحيث ان هو يدخل يصور ويستكشف الاماكن اللي هي الممرات اللي جوه الهرم الاكبر. فده الحاجات الاساسيه جدا ان انت لازم تستخدم الروبوت فيه. حاجه ازيد من كده طبعا هيكون يعني نسميها اكزيلري، حاجه ريداندنت، ممكن ما تبقاش يعني مهمه قوي الا لو حاجه فيها رفاهيه بقى، ده ايه. انما دي الحاجات البيزكس والمهمه برنسبلز اللي هو لازم تستخدم فيها الروبوت في الحاله دي. طيب بالنسبه لبعض الاكتيفيتيز اللي يعني اشتغلنا فيها طبعا مع الطلبه عندنا في جامعه المنصوره، ودي بعض الحاجات اللي اشتغلت فيها طبعا اللي هو كلايمنج روبوت، بس الطلبه عندنا طبعا في المنصوره بيقدروا بالكامل، وان شاء الله انتوا هتقوموا بده في المستقبل بعد ما تشتغلوا طبعا او تدرسوا روبوتكس وتعرفوا البيزكس بتاعتها،
اشتغلوا فيها في المشاريع، سواء ميني بروجكت او جرادويشن بروجكتس. ازاي تقدر تصمم روبوت، ازاي تقدر تبرمجه. فالروبوت ده صنع بالكامل طبعا في جامعه المنصوره ويلدنج روبوت، انه ممكن يعمل سبوت ويلدنج للاجزاء المعدنيه. وروبوت ثانيه طبعا سماها ورك ستيشن روبوت، ممكن يعمل اسمبلي وممكن يغير التول بتاعته يخليها سواء جريبر، الشكل اللي هو زي صوابع الانسان كده، ان هو يمسك حاجه، او ممكن تبقى حاجه سوفت باد كده اللي هو بيتعامل مع مواد تكون فراجايل، حاجه قابله للكسر. برضو من خلال شغلي في جامعه يوكلاند في انجلترا، كنا بننظم طبعا زي ميكاترونيك كلاب او روبوتكس كلاب، زي الطلبه يبداوا يتدربوا على روبوت صغيره، روبوت ارم صغير، زي الروبوت اللي موجود اللي هو الاورنج اللي موجود عندنا ده، اسمه براشيو روبوت، وده روبوت جاهز من شركه برضو معروفه اسمها اردوينو، بتصنعه وبتجيب دايره الكنترول بتاعته موجوده معاه. كل طبعا الطالب بيعمله ان هو بيبدا يبرمج ازاي يعرف الحركه بتاع الروبوت، ممكن يغير الجريبر او الاند افكتور او الجريبر اللي هي اليد بتاعته اللي في الاخر، يحط كاميرا، يحط مثلا سولار بانل، اي حاجه ان هو يغير الابلكيشن ويبدا يبرمج براحته ويتعامل معاه. فده بتكون طبعا انترودكشن كويسه جدا عن الروبوتكس، وان الطالب نفسه يتفاعل ويبدا يعمل حاجه او البروجكت بتاعه بنفسه. تمام؟ وازاي يقدر يربط طبعا البروجرامينج يعمل انترفيس على الكمبيوتر مع الروبوت ويحركه بصوره سلسه على حسب الحركه اللي هو عايزها يبرمجه عشانها. طبعا اعتقد الصوت مش هيشتغل عندكم، طبعا هو عشان صوتي وصوت الفيديوز مش هيشتغلوا الاثنين مع بعض. طبعا دي اكتيفيتيز طبعا بسيطه انتوا بتدرسوها في الاول، بعد كده بتبدا تتطور ان انت تاخد او تشتغل على روبوتس كبيره اللي هي الروبوتس الصناعيه الكبيره. زي طبعا في كوكا روبوتس، في يونيفرسال روبوتس، في روبوتس كبيره جدا طبعا بتكون المعامل مجهزه بيها، بحيث ان انت تلاقي تشوف نفس الروبوتس اللي انت هتشوفها في الصناعه تكون موجوده برضو في المعامل تبدا تتدرب عليها. طبعا بتكون في زيارات سواء معامل للروبوتكس او شركات للروبوتكس ان شاء الله تكون موجوده في المستقبل للمهندسين طبعا اللي تخصصوا في مجال الروبوتكس والميكاترونكس. وباي ذا واي الروبوتكس هي جزء من الميكاترونكس، يعني الميكاترونكس هو مجال جنرال عام بيندرج تحته الروبوتكس بصفه خاصه. الميكاترونكس بصفه عامه هي المجال بيجمع مجال او تخصص الميكانيكال انجينيرنج، بيجمع الكتريكال انجينيرنج، الكترونكس وكنترول سيستم، والاخيره اللي هو كمبيوتر ساينس اللي هو البروجرامينج. فالميكاترونكس هي اربع اجزاء او اربع ديسيبلينز رئيسيه بتدرسهم، وبتدرس اللي هو الايه التداخل بينهم. تمام؟ فالروبوتكس هو تطبيق للميكاترونكس، لان الروبوتكس هي اجزاء او ميكانيزمس او لينكس طبعا اجزاء ميكانيكال، بتضيف عليها موتورز، الموتورز طبعا اجزاء الكتريكال، بتضيف عليها دوائر كنترول من كنترول سيستم، بتضيف طبعا البرمجه بتاعتك على حسب التاسك اللي انت بتعمله. تمام؟ طيب برضه خلال تدريس الطلبه ده روبوت ثاني، طبعا انا هقفل الصوت لان هو بيعمل مشكله مع فده روبوت برضو كنت بدرب الطلبه عليه في جامعه يوكلاند في انجلترا، وروبوت شهير جدا اسمه يو ار 5 من شركه اسمها يونيفرسال روبوت. ويو ار 5 هنا جاي اسمه ان هو بيقدر يشيل فقط 5 كيلو، فهم يعني عندهم فيرجنز مختلفه من الروبوتس، في يو ار 3، يو ار 5، يو ار 10، يو ار 16، يو ار 20، على حسب البي لود او الحمل اللي الروبوت بيقدر يشيله. فطبعا تقدر
تبرمج الروبوت بصوره سهله جدا، ازاي تتعلم تعمل الحاجات دي. زي ما انا كتبت مثلا، برمجت ان هو يكتب اسم معين هنا، فدي كلها في تيتشنج بندنت اللي هي موجوده عندنا دي، تقدر تبرمج الروبوت بتاعك، تعرف البيزكس، تبدا تقدر تتعامل معاه ان هو يعمل اي تاسك انت عايزها. الحاجه الكويسه في شركه الروبوت دي ان هو طبعا في حاجه زي اونلاين تريننج، او ممكن نقول عليه فيرتشوال تريننج، ان انت بتدخل كانك بتتدرب على الروبوت بالظبط، بس من على الويب سايت بتاعهم. عندهم ويب سايت اسمه يونيفرسال روبوت اكاديمي، دي اكاديميه موجوده بتخلص التريننج بالكامل بتاعهم كانك بتتدرب على الروبوت، يعني فيزيكالي موجود قدامك، بس ده طبعا موجود على الكمبيوتر فيرتشوال، وفي الاخر بتاخد شهاده بالتخرج من الاكاديميه دي. فاحنا برضو بنحاول نحس الطلبه ان هم يتدربوا على الحاجه دي وياخدوا شهاده، بتكون حاجه مفيده وكويسه جدا ليهم في السي في وفي البروفايل بتاعهم في المستقبل. فدي كلها اكتيفيتيز، مش مجرد ان انت بتدرس فقط حاجات يعني ثيوريتيكال، لا، ازاي تقدر تشتغل براكتيكال، ازاي انت من نفسك تتعلم حاجات اونلاين. فاحنا بنوجهك في المجال ده، وطبعا بتقدروا تتعاملوا مع الحاجات دي بسهوله وتاخد منها شهادات وتاخد معلومات كويسه جدا. طيب، علاقه الروبوت ايه بالاندستري واندستري 4 اللي هي الثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا بنتكلم عليها؟ مش عارف حضراتكم تعرفوا الثوره الصناعيه الاولى كانت امتى بالظبط؟ هل حد عنده فكره؟ أو كانت مرتبطة بإيه؟ الثورة الصناعية الأولى كانت طبعاً في 1700 وشوية، ده اللي أنا متأكد. أه تمام، مظبوط، تمام. ده الدكتور إيهاب ولا حد تاني اللي؟ لا لا، تمام. طبعاً زي فعلا ما حضرتك قلت، الثوره الصناعيه كانت في حوالي في منتصف اللي هو القرن ال 18، 1750، في الاثناء دي. وقامت بناء على او مجرد اكتشاف طاقه البخار، قامت الثوره الصناعيه الاولى. محركات البخار ستيم انجنز، مجرد ان هي اكتشفت في الوقت ده، بدا بعدها طبعا اللي هو القاطرات البخاريه، العربيات البخاريه، بدا الحركه تتغير من اعتماد على الحيوانات لاعتماد على الماكينات الكبيره الضخمه زي القاطرات اللي هي بتتحرك بطاقه البخار. بدا يتبنى عليها مصانع كثيره جدا، لان انت عندك انجن خلاص يعني بتتحرك في الستيم بطاقه الستيم، وبالتالي تقدر تاخد الحركه وتوجهها لاي حاجه، تشغل لك اي حاجه، مش مجرد بس مركبات او حاجه زي كده. فده كان بدايه الثوره الصناعيه الاولى. الثوره الصناعيه الثانيه بدات طبعا مع اكتشاف او اختراع الالكتريكال موتورز. تمام، حد عنده فكره دي كانت رينج كام بالظبط؟ اواخر القرن ال 19. نعم، اواخر القرن ال 19 او منتصف بالظبط. في اخر القرن ال 19 وبدايه القرن ال 20، يعني كان 1890 مثلا وبدايه 1910، يعني في الرينج ده. طبعا كان عن طريق توماس اديسون، كان ليه مصنع كبير جدا، وعن طريق نيكولاس تسلا، طبعا ده من اكبر مؤسسي علم طبعا الكهربية بصفه عامه. فده كان اختراع المواتير في الوقت ده، مواتير اللي بتشتغل دي سي واي سي وكل انواع المواتير بدات تظهر في الوقت ده. فده حول الصناعه بالكامل من صناعه بتعتمد على طاقه البخار وبتعتمد على الفحم وعلى وقود طبعا مش نظيف وكميات كبيره جدا، لان انت تقدر تعمل مينيمايز بقى لحجم الانجن، يبقى صغير، تعتمد على حاجات الكتريكال بدل ما تستخدم طاقه البخار والفحم في المصانع والاماكن المختلفه.
الثوره الصناعيه الثالثه دي طبعا استمرت معانا لحد حوالي 1950، ده كان بدايه بقى الابلكيشنز بتاع الاوتوميشن بصفه عامه، الاوتوميتد سيستمز، بدايه ظهور الروبوتس، الماكينات اللي هي الذكيه والحديثه، تمام؟ ده ظهر بالتحديد مع بدايه ظهور او اكتشاف اللي هو السيمي كوندكتورز، الترانزستورز، الدايودز، الحاجات اللي هي بدات تعمل تقدر تستخدمها ان انت تصنع مايكرو شيبس، دوائر الكترونيه صغيره تقدر تتحكم في الماكينات بصفه عامه. فده كان بدايه حوالي 1950 1960، كان بدايه الثوره الصناعيه الثالثه. ظهور بقى الدوائر الالكترونيه خلى الكنترول طبعا للسيستمز كلها بقى سهل جدا، بدل ما بقى الاعتماد فقط على الميكانيكال سيستمز وطبعا الموتورز والحاجات الالكتريكال، لا دخل كمان الكنترول سيستمز او الكترونيك سيستمز معانا على الخط. الثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا حاليا موجودين فيها، تمام، ودي بدات تظهر طبعا ممكن نقول بالتحديد مع بدايه ظهور الانترنت، يعني ممكن مثلا تقول اواخر القرن اللي فات، القرن العشرين 1980 في الرينج ده بدا ظهور الانترنت، ان انت عايز تعمل سمارت فاكتوريز. طبعا شايفين التطور بدا سريع، يعني كان في البدايه بين الفاصل بين الثوره الصناعيه الاولى والثانيه ممكن قرن بالكامل او اكثر من قرن، لا بعد كده بدا التطور والجاب دي تبقى يعني صغيره والتطور يبدا يسرع اكثر معانا. الثوره الصناعيه الرابعه ان انت تعمل فاكتوري، يعني سمارت فاكتوريز، تبقى المصانع كلها ممكن تعتمد على الانترنت. في عندنا حاجه اسمها انترنت اوف ثينجز، انت بتربط الانترنت بتاعك بكل حاجه في المصنع، بماكينات، بمركبات، بحاجه اسمها اوتوماتيك جايدد فيكلز بتنقل البضائع من مكان للتاني. طبعا انتوا بتشوفوا حاليا فيديوز لمركبات بتمشي بدون سائق، مجرد انت ابلكيشن بتضغط عليه بتختار المكان اللي انت عايز تروحه، العربيه بتجي لك بتركب بتوصلك للمكان. فده كله تطور سريع جدا في مجال الثوره الصناعيه الرابعه. فده داخل فيه زي ما احنا قلنا سمارت فاكتوريز، سمارت هومز او هاوسز، يعني حاليا بعض البيوت بتبقى فيها نظام تدفئه متوصل بالانترنت، نظام قفل وغلق الابواب للاضاءه لفتح باب الجراج، وحاجات كثيره جدا كلها مربوطه بابلكيشن، وعلى حسب السيتنج اللي انت بتعملها. انت مجرد ان انت ممكن بتيجي البيت في وقت معين بتعمل سيتنج ان هو قبل ما توصل البيت ممكن تشغل تدفئه، تشغل تكييف، تشغل حاجه، فبقى الحياه اسهل طبعا عن طريق الابلكيشن، وان انت تربط كل حاجه بالنت. فده ده طبعا المستقبل، وده المجال اللي حاليا العالم كله موجود فيه، تمام؟ اندستري 4 زي ما انتم شايفين طبعا تحتيها طبعا مجالات كثيره، يعني اوتوميشن، بيج داتا ساينس، كلاود كومبيوتنج. كلاود كومبيوتنج هنا ان انت كل حاجه بتعملها بتتربط بحاجه اسمها كلاود. هو كلاود ده زي فيرتشوال سيستم كده، ان انت بتربط كل الداتا بتاعتك، كل البيانات، كل حاجه بسيستم معين، وممكن لو رحت مكان ثاني تعمل داونلود للداتا دي وتاخدها ثاني وتشتغل عليها وترفعها، ويبقى في سنكرونايزيشن، يعني زي تزامن، مجرد انت رفعتها ممكن تروح مكان ثاني تستخدمها وهكذا. ده طبعا حاجه سيمبل، يعني اساتذتنا طبعا في مجال الكمبيوتيشن والانترنت اوف ثينجز ممكن هيفيدوكوا اكتر في التخصص ده. بس حاليا اندستري 4 رابطه المجالات كلها ببعضها. ف ده حاجه طبعا يعني كويسه جدا ان انت تختاروا ميكاترونكس و ارتفيشال انتليجنس. ارتفيشال انتليجنس الاثنين طبعا مجالات ممتازه جدا، كل واحد ليه التخصص والتفرد بتاعه، بس الاثنين بيكملوا بعض في الاول وفي الاخر. اللي بيميل اكتر لتصميم الاجزاء الميكانيكال من البدايه، وان هو يضيف لها بقى اكشويشن او نظام حركه بمواتير، ممكن مش شرط تكون مواتير الكتريكال، ممكن تكون انظمه هيدروليك بضغط السوائل الزيوت او الحاجات دي، او نيوماتيك بضغط الهواء. يعني في انظمه كثيره جدا تستخدمها عشان تحرك السيستمز بتاعتك. الميكاترونكس بيهتم ان انت بتدرس الحاجات دي من البدايه خالص،
بتقدر تصمم السيستم بتاعك بالكامل من الاول كميكانيكال، تضيف عليه الكتريكال سيستمز مواتير، تضيف عليه نيوماتيك وهيدروليك سيستمز، وتقدر تعمل بروجرامينج، وتقدر تطور السيستم بتاعك ان انت تعمل طبعا ادفانسد ابلكيشنز، تضيف بقى انترنت وانترنت اوف ثينجز، الحاجات دي كلها تقدر ايه تعملها بصوره سهله. على سبيل المثال طبعا شفتوا طبعا انواع الروبوتس اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. في روبوتس حاليا طبعا دخلت في الاندستري 4 عن طريق الانترنت اوف ثينجز، ان انت بنعمل حاجه اسمها سوارم روبوتس. سوارم روبوتس اللي هي روبوتس بتكون اسراب كامله من الروبوتس، ممكن تكون موبايل روبوت، فلاينج روبوت، ايا كان. التناغم في الحركه بينها وان هي تؤدي شكل معين ووظيفه معينه، ده طبعا دخلنا كده في مجال اللي هو الثوره الصناعيه الرابعه. استخدام الانترنت، استخدام الكوميونيكيشن بين الروبوتس وبعضها، مش مجرد روبوت ثابت انت بتعمل له بروجرامنج على حاجه ثابته وينفذها ويعيد الوظيفه دي، نسميها ريبيتيتيف جوب او تاسك. لا، بقى في سهوله ان انت تعمل زي انتر اكشن بين الروبوتس وبعضها وكولابوريشن بينها وبين بعضها. فطبعا شايفين اشكال كبيره جدا او اشكال متنوعه من الروبوتس، عدد كبير جدا وبيعمل اشكال طبعا مختلفه. ممكن تكونوا شفتوا بعض الاحتفالات الكبيره لمهرجانات او بعض الدول الكبيره ما بتعمل حفلات افتتاحيه مثلا لكاس العالم لحاجات معينه، بيجيبوا سوارم روبوت بس بتبقى درونز بتطير في الهواء، وبيبقى دايما بينها وبين الروبوت او الدرونز الثانيه مسافات معينه، وتقدر تعمل رقصه معينه بحركات معينه، بيبقى فيها اضاءه بتنور وتطفي بشكل معين بالوان مختلفه، فبتعمل عروض جميله جدا. طبعا ورا الكلام ده كله بروجرامنج كبير جدا لمهندس ميكاترونكس ومهندس ارتفيشال انتليجنس. تمام، مش عارف عدينا ساعة كده يا دكتور إيهاب ولا ولسه في فيديوهين بس صغيرين. لكن يعني لو حضرتك قدامك شوية والناس موجودة، ويعني هو يعني الكلام ممتع ومفيد جدا يعني. أنا متشكر جدا. هو بس في 2 فيديو طلعت 3 دقايق، طبعا بنشرح بس تطور الروبوتس خاصة بهوندا روبوتس هنا، والثاني بوستون داينامكس. بس أنا مش عارف أشغل الصوت إزاي صراحة، يعني هو الصوت شغال عندي بس